اللي شو تايم وتوا بارونتيز صغيره مع الفن مع الموسيقى ينس بالعيوني شو اسمك انت هدي الفهم ها تصفيق على الفهم فإلى تو كومبري اسمك بالفرنسي ينس شنو النوع نتاع الموسيقى نتاعكم اندر جراوند جاز بلوز شنو خلينا نفهموا العباد باش يسمعوا ان فيت بون اليوم سي دو لا بوب اليوم تقول منو اليوم بوب وزوز بريك وشربه في الاخر ما ضحكنيش قبل ما نغني سير شرحك باهي شنو بروجيتك والله كي جوريت عندك فاست والله نقول لك سير الشات شمي شنو بروجيت بون هوني صعيبه شويه خاطرني جو سوي جو شانت ان اوكسيدونتال دونك مشكله فيها مشكله كبيره ما عنديش جمهور كبير ياسر فوالا اكزاكتومون ما فهميش المارشي انت جامش تغني بالعربي با ريسبي العباد اللي تحبني ولا تبعني نغني بالعربي نغني بالعربي مش الفوكاسيون تاعي معناها فما برشا غنوا بالعربي اللي هما جو من الاوكسيدونتال ولقاو رواحهم وعملوا غنيات بالعكس متميزين فيهم روح اخرى فيهم نبره اخرى اي انا صحيح وغنيت عربي ونتعلم معناتها العربي نغني فيه ملي عمري 3 عام معناتها بابا علمني معناها كلهم كلثوم عربي بوك علم بابا يغني شويه زاد وحده وحده زاد اوكسيدونتال ولا عربي لا عربي عربي اوكسيدونتال وعنده جيتاريست قديم معاه اسمه بولفيه ما عندوش الفهم اما علمني انا هذاك علاش نغني عربي مي جيتي بلوس انفلونسي كي كبرت بالاوكسيدونتال قبل ما تغني لنا غنيتك اللي انتم محضرينهم تعرفوا انا باش نطلب منك حاجه امبروفيزي جادور كي يجوني ناس عندهم صوت نطلب منهم غنيه هكا لايف صغيره اكابيلا وبتتر مع جيتاريست اختار الحاجة اللي منتي مرتاحة فيها عربي ولا سوري خاطر صوتك فيه معنى. وحدك ولا تحب وي بيان سور وحدك نسمع علينا الهوى من مفرع الوادي يا هوى دخل الهوى خدني على بلادي يا هوى يا هوى يلي طاير بالهوى في منطورة أو صورة خدني العين دنيا هوى فزعلي يا قلبي تكبر بيها الغربي وما تعرفني بلادي خدني تبارك الله عليك بالعربي اش قولوا الجمهور اي ايناس بيلا فاهم نخليكم ا توت الور خلي توانسه يكتشفوكم واني قاعد في بيروي As the place of movie scenes, noise is always out. There are sirens all around, and the streets are mean. If I can make it here, I can make it anywhere. That's what they say. So my name on my keys found down on Broadway. Even if it is all it seems, I got a pocket full of dreams. Baby, I'm from New York. Concrete jungle where dreams are made of. There's nothing you can do. Now you're in New York.
so hard. Such a melting pot on the corner selling rock, preachers pray to God. Hey, the gypsy cat takes me down from Harlem to the Brooklyn Bridge. Some must sleep tonight with a hunger for more than an empty fridge. Yeah. I'm gonna make it by any means. I got a pocket full of dreams. كهرباء نرجعوا لها، ذكرتكم قبيله تنجم تربح معانا كهرباء من اختيارك انت. اش معناها؟ عاود نفهم الجو، بتات تفهم، بتات ما تفهمش، بتات فما ناس جاوا توا يتفرجوا فينا. عبد اللي شو تايم باش تلعبوا معانا لعبه جديده، باش تلعب اول مره في تاريخ اش نجم تربح في تونس في البرامج. سهله ياسر، عندنا كهرباء الجمعه الجايه باش تكون موجوده هنا في البلاتو، لكن كهرباء ذي مازلنا ما نعرفوش الماركه نتاعها. علاش؟ على خاطر اللي يتفرجوا توا واللي اللي باش يبعثوا لي اس ام اس هما اللي باش يقرروا شنو هي الكهرباء اللي يربحوها. اش معناها؟ معناها كل واحد منكم ينجم يبعث اس ام اس على 85 89 85 89 8 5 8 9 9 تبعث اس ام اس فيه الكهرباء اللي تحلم باش تربحها. بيان سور مش فراري كوميم، مش لامبورغيني، لكن كهرباء محترمه. الناس تقول نحب نربح الكهرباء ذي، اوتوماتيكمون بالاس ام اس اللي بعثته هذاك تدخل في القرعه وتنجم تربح. ما حاجتكش تبعث اس ام اس اخر، وابارتير من الجمعه الجايه الكهرباء تبدا موجوده بحذانا هنا، واللي باش يربح باش يجينا باش نعديوه لهنا. ومعنا عادل المنفذ لامور قانونيه عبد اللي شو تايم. وباش برشا يقول لك العبد اللي ما يعرفش يسوق، اخزر صاحبي نكبري انا. وتوا باش نستقبلوا مع بعضنا صديقه وزميله، طفله فنانه كبيره ياسر. انا بيرسونيلمون اصدقاء من اللي نحن صغار وخدمنا مع بعضنا في مسلسلات، متالقه في مصر وفي تونس، بدات تمثل من اللي عمرها 14 سنه، ومن اجمل الممثلات في العالم العربي فريال قراجه.
قمت لك سلمت عليك خاص على خاطر معزتك وعشرة. عليه مع الاخرين لاصقيك بالحنة؟ لا فما اللي نسلم عليك. انت عشرة من اللي صغار نعرفوا بعضنا. جيتني ورا الريدو وعملت مقدمة ربع ساعة وين مقلبرة قاعدة ورا الريدو. ما يسالش باش تعرف قيمتنا، نحن نستناو فيك ربع سوايع وانت تحومي. ها؟ ليه من ديسمبر؟ يعني قلت لهم خليها ورا الريدو في الظلام معاقبة هكاك. قلتوا لي كام مرحبا بيك محلاها فريال. فريال بالنسبة لي أنا ما تبدلتش من اللي صغار أنت محلاك. ما كانش اللي يجي يدخل يمثل. كان سيركل صغير. انا نذكر فريال برمي معناها الاولانيين البنات المزيانات نتاع نتاع المسلسلات ونتاع الدراما التونسيه. صحيح ولا كانت فيل وحده هكا سيتي لا جون سيتي لا ستار دي والله كان فما يعني جينيراسيون تاعي ما نوجعو حد ما اي لا لا ما جينيراسيون تاعك انت ندادك خلطوا من بعدك انت الاولانيه فيهم بديت عايش نعرف مش عايشك هذا واقع ماهوش كومبليمون معناها مانيش قاعد نشكر فيك قاعد نعطي نحكي في احداث انا نعرفك انت الاولانيه بديت في التلفزه باش ما نحكيوش على حاجه اخرين بديت كستار كنجمه تلفزيه قبل دره وقبل هند وقبل اللي هما مسفنات كبار مقدروهم اخواتنا واصحاب لكن في التلفزه في الدراما التونسيه انت وجدت تقبل خلينا نحكيوا معنا كل واحد يا خو فما حاجات الناس ما تعرفهمش فريال اليوم انت تألقت في تونس وتألقت في مصر دونك نحن شرف انك بحذانا في البلاتو ومرحبا بيك فوالا تو سامبلومون حبيت المقدمه دي محليش عايش يعني ما فماش مقدمه اقوى من هكا ما نعرفش عاد انت حتى حد ما جابني في برنامج وعمل لي مقدمه حلوه خاطر كيبدا صاحب وزميل وصديق وكل راهو من القلب يكون فريال يوسف وصلت اليوم نجوميه معينه منين بديت تو سامبلومون فريال بديت عمرك 14 سنه كيفاش بديت حكيت في تونس في تونس هي بديت كنت نلعب تنس نحاولنا لي تيران دو تنس حرمونا منه في البارك نتاع كلوب افريكان اكلاش الاج دو بديت تنس الاج دو بوتيتر 9 ans 10 ans فما زميل ليا هو في لي ميديا معنا اليوم سي با لا بين دو سيتي لو نو كاين لو برا دو سيام بالخوجة قبل مسالش ما يقلقنيش قيس شقير قيس شقير اي قالي فريال مادام نحاولنا لي تيران دو تنس شنو رايك نعملو تروب دو دانس انا معاش نحب نكمل مع سيهام وانتي نعرفك سبورتيف جو سي با كوا عملت جيمناستيك وانتي صغيره وعملت دانس كلاسيك وانتي صغيره جو سي يلا قلت له برك بارتونت دينا بتروب دو دانس خذاونا في مسرحيه اوبيريت كبيره برشا لي دربيجي شكون خذاوك المخرج اللي هو طيب السيلي خو مقداد السيلي مقداد السيلي كان عامل هو زيد الغنيات نتاع الاوبيريت الكل يعني كان فما صالح جداي مع مقداد السيلي ومع مسرح. مسرح قبل التلفزه قبل كل شيء مسرح اول حاجه يعني وخلاوك في الوقت هذاك والديك كانوا عندهم توصيه خاطر قيس كان يسكن جنبي دارهم بحذينا في بيلفيو دونك كانوا يوصيوا هو يوصيوا حد اخر زاده ديما روحوا وصلوها لقدام باب الدار وجون سي يعني كنت نعرف ظهرني نذكر يا امك يا بوك ديما معك في البلاطو ديما ينقز لي جاي زياره فوش اي كان سي بابا اي نذكر كان يعمل ويدخل يلقاني اذا كان نبدا في الكوليس ما كانش فما ياسر الموضوع لي لوج وجون سي با كوا تلقاني مثلا يخدموا غادي وكاميرا غادي وانا حاطه كرسي قدامي نعمل في لي زيكزيرسيس دو ماتيماتيك وسيونس اللي يلزمني نوريهم غدوة للبروفيسور في في الليسي بالحق يعني كيفاش كنت نقرا اكتشافك التلفزي اكتشافي من المسرحيه هذيا شكون اكتشف بديت مع صلاح الصغيري وقتها فوازير لكن الفوازير كان دور خاطبه تمثيلي مش انت اللي غنيتي ريم وقتها الريح نتفكر كانت ريم معانا كانت في تروب دو دانس اللي معانا لكن انا الدور تمثيلي كان داكوغ كانت اول حاجه سيتي ان 94 هذه الحاجه اللي عملتها انا وقتها تلفزه لرمضان ومن بعد راهو في كوكا كاميرا كاشي عملت كاميرا كاشي اي عملت كاميرا من الحاجات اللي كان فما حلقتين تقويل 15 ans 16 ans ماكسيموم ومن بعد كان فما لاج دو 16 ans باش يحسبوا لي عاده فما بوبليسيتي ياسر تحبت في تونس اللحن نتاعها وضربت على الاخر كانت بيبليسيتي نتاع مقرونه لدرجه انهم خذاو اللحن نتاع الاغنيه وخذاوني انا
وحبوا يعملوا نقول ما عندناش مشكله نحن سيتي اون 80 وقت تونس وصلت للفينال يظهر لي نتاع الكوب دافريك في افريك دو سود خذوا الاغنيه نتاع بوبليسيتي وانا ولبسه علم تونس وكذا وعملت البوبليسيتي هذيا وحصل صارت واقعه انه البوبليسيتي في اغنية ودانس جو سي با كوا وكان في اوليسان وقت الحكايه الهضره كلها ساره غازي مناش كيفاش انا نصلح نهز ساقي نتيح على يدي تتف ساعه جمعه قبل باك بلان دونك يدي مين اي لا يعني انا فايتر كما يقولوها محاربه في الحياه يعني قاعد تخيلوا في باك بلان ساعات الواحد الوقت ليكزيرسيس باش تعطي يعني باش تعمل اكزرسيس في دارك على راحتك ياخذ وقت فما بالك في الـ في الـ في لي زيكزامان كل شيء يبدا بالوقت يعني لازمك ديما تكتب تزرب في الاخر دونك انا يدي ما كانتش تسمح لي اني نكتب على راحتي وكانت موجوعه تكتب ساقيك لا سافا كتبت مي بزوز سوابع مي كنت موجوعه اي نجحت من اول عام الباك تي فريال اول دور حقيقي هذوما كلهم دور سي ديزاباريسيون تحكي عليهم كل والله نقول لك حاجه اول دور كان حقيقي بالنسبه لي انا لانه كان اخت البطل وكنت موجوده الدور الثانوي كبير يعني تعرفت بيه ولا يقولوا هاي ممثله هاي فريال جراج في الشارع تعرفت الوجه بدي تعرف من عشقه وحكايات عشقه وحكايات اللي هو احنا مع بعض لا نعرف هذا احنا مع بعضنا انا وياك نعرفوها من الجمهور اللي هو ناس ما تعرفش 98 99 عشقه وحكايات هو مسلسل علي الويتي وسلاح الدين السيد علي الويتي سلاح الدين السيد معناها فضل سلاح الدين السيد انك اليوم خاطر معروفة بنت سلاح الدين السيد دون لو سونس خدمت مع برشا خدمت مع برشا وعطاك لو برومي فري غران رول اللي هو قمرة سيدي محروس قمرة سيدي محروس اللي هو قبل ولا من بعد سماح اللي هو بعده لكن انت الدور الكبير من اهم الادوار خذيتهم تمثل اختي صحيح مضروب فيك محمد علي بن جمع مش في الدنيا ما نعرفش في الدنيا ما نعرفش لي مسكين لي عقل واختنا واجهة اي وكوثر بالحاج كوثر بالحاج ولا يرحمه مش مش اختنا كوثر بالحاج كوثر بالحاج كانت مضروبه فيك كانت مضروبه فيك انت يلدز يلدز وسفيان الله يرحمه زاد من اول دور بتاعه قبل ما يتعرف سفيان كان انا خليته ريجيسور الصباح لا استنى خليته ريجيسور في المسلسل الصباح وقالوا له جمثل وتخلي الكرب بدا يمثل حطوا له شليغم وقتها اي هو وقتها الشوفير بتاع يلدز دونك كانت اوائل الناس هذوما الكل انا اول ظهور بتاعي تلفزي في مسلسل صحيح اوه انا انا اوه شو تاريخي هذا جبت لي حسيت روحك فلاش باك كبير هذا اي تقلقت ليه بالعكس فرحت حسيت روحك كبرت صغرت ليه كبرت حسيت روحك عندك تاريخ فني احنا نكبر ما نكبروش انا عمليه انا التجميل عملت كنت شوفين على لساني من داخل كنت شوفين انا على شو اسمه لي زاميدال على زاميدال عندي دي زاميدال وعندي دي زامي انتيم انا لا سيريو فماش برشا يرجعوك للتاريخ هكا مش برشا بعد نذكروا في ريال انت وليت ستار برشا في تونس انسر تماما كلمه ستار راهو كبيره في تونس خلينا مش 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 بستار معروفين ومحبوب معناها عبد معروف ومحبوب ويجيبوه للبلاتوات وكنت موجوده في مسلسلات معني بادوار كبيره اي لكن انا كلمه نجمه اول مره سمعتها في بلاتو تيلي كان في مصر ما كانوش يقولوا نجم ما كانتش فما ما كانش عندنا كانوا فما ممثل مشهور الشهير الممثل مشهور الممثل القدير الممثل المحبوب الممثل الشاب ممثل الشاب قعدنا 50 سنه في قعدنا لتوا ممثل شاب نحن الحمد لله كيما الشاب خالد معنا مش دونك ومن بعد شنو اللي من بعد فجاه سمعنا دورنا سمعنا في ريال في مصر اي مشيت نمثل انا كان حد قال لي يجا مثل ايه وقالوا لي وقت جو مي رابيل شو مشيت تعمل في مصر وعلاش بطلت تمثيل انت بطلت تمثيل نزلت ماما مش بطلت كملت قرايت ليه كنت في ثوازيام سيكل ما اعتزلتش يعني ثوازيام سيكل معناها في ريال قرات مش من قراتش وثقفت روحها وقرات الدنيا شو تخرجت تخرجت عندي عندي ماستر ماستر لا ميتريز هذيك ساعة كوميرس انترناسيونال وماستر اللي هو ثوازيام سيكل انتربرونيا إدارة أعمال ومشاريع كانوا كل ما يكلموني ما عنديش فرصة خاطر ما عنديش وقت ويلزمني كم أنا بعد أنت تي انستالي في مصر بعد سهلت. ما كملت الفاك طموحي الاكبر اللي هو نوصل الهدف اللي انا حاجتي بيه اللي هو الماستر نتاعي جاتني بروبوزيسيون تاع بيزنس خدمت عام حسيت روحي نقصت لي حاجه في حياتي انا لي مان كبير نقصني عشت فيه سنين في حياتي ممكن شويه الاحباط هو اللي خلاني نبعد عليه ويمكن تلهيت خاطر زاده بالغوشيرش نتاعي للثوازيام سيكل ايتترا حسيت لي انا بعدت على الفن وحاجه مخليتني مانيش فرحانه دوده
مانيش ايبانوي مانيش شيخه مانيش نعمل في حاجه نحبها بالرغم فما فلوس لا خلينا نحكيوا بالرغم فما معناها فلوس وفما كارير كارير من الفلوس يعني انا حكيت لك حكيت لك انه الموضوع من الاخر عطيته لك ما هي كارير حاجه قريت لها ديريكتريس ماركتينغ في شركه مولتي ناسيونال تصنع في الكراب في مصر سي كيكو شوز ما عوزتلكش على با دو تو حسيت فما حاجه ناقصتني سيتي لا باسيون اللي انا تنفستها سنين كيما انت كنت تحكي اي دان سول كو قدمت استقالتي بعد عام اي جي كونتاكتي كامل ابو علي بصعوبه خاطر ما كانش عندي نمرو وقتها وعرفت نوصل له لقيته في المغرب يحضر الفيلم الوعد قال لي دون اون سيمين جو سري اون ايجيبت نتقابلوا بعد جمعه يهزني باش نقابل شكون اسامه فوزي اللي هو يعني مخرج كي سمعت اسمه انا ترعبت لانه نعرف اسامه فوزي عمل فيلم بالالوان بحب السيما اللي كانوا ابطاله وقتها لو غران محمود حميده اي ليلى علوي هذوما اخر ابطاله والاخر فيلم لي وهذايا مخرج يعمل فيلم كل 10 سنين مزاجو اي كيكا ما يعملش كوميرسيال جمله يعني يعمل افلام مهرجانات سي غران فيلم احب السيما اكزاكتومون وكان الفيلم اللي بعده على طول هو اللي المفروض انا باش نمشي نقابله على خاطره قلت له امبوسيبل يعني اسامه فوزي مش يعني عرفت 30% باش يقول لي اي 70% باش يقول لي راح اش بنتي دونك هزيت له سي دي فيه مونتاج من اعمالي في تونس وهذايا اللي دخلني لمصر حابه صحيح خدمتي في تونس يعني كي تفرج موضوع وصارت الانطلاق من وقت وينك توا موجوده نخدم لا نعرف لون فو دي ديتاي لي ديتاي خاطر نحنا انا بيرسونيلمون برشا توانسه ما يعرفوش نعرفوا لي فريال تخدم في مصر طون طون نشوفو ما نغزمو ما يشوفوش خدمتنا لي ديتاي انت توا نجمه صف ثاني نجمه صف ثاني صف ثاني صف ثاني كيما شنو هذا شيء مشرف ولا حاجه متوسطه ولا طياره لا بالعكس لا بالعكس نقول لك حاجه نجم صف انك تكون نجم صف اول مسؤولية كبيرة برشا بلس انك تنجم في وقت من الاوقات تقعد في دارك وتقعد تعدي سنين في دارك نعطيك مثال هنيدي محمد هنيدي قاعد في داره ساعات يخدم ساعات لكن وقتك تفكر بعد الجامعة الامريكية سعيد الجامعة الامريكية وجو سي با كوا كل جمعة في توب جو سي ديزولي يعني قاعد نجيب لك في اسماء لا بالعكس نحب نفهم السيستم يعني عندك مثلا محمد سعد يعمل الليمبي وعمل جو سي با كوا وصل نجم صف اول برشا بنات وصلوا نجوم صف اول في المرحله الوقتها اللي كانت هند معاهم وينهم هما اليوم اختفوا يعني الساعات زادت تلقى مثلا نجم صف ما نحبش نسمي ما نحبش نسمي لكن نجمه نجم صف ثاني تنجم تخدم اكثر اكثر المسؤوليه اقل فلوس اقل فلوس اقل لكن بالكدا لكن بالكدا محترم بالكدا محترم قداش ينجم ياخو نجم صف ثاني مش لحسب لك نحسب للنجوم صف ثاني الكل سا ديبون من الاقدميه زاد سا ديبون من حاجه في النجم صف ثاني نجم صف ثاني الاول تاعنا صح ديتاي ما تعرفوش انا حلفني الحظ اني خدمت قبل الثوره اللي جاوا ولاو يعني اللي جاوا بعد الثوره قداش فلوس شي عمك نحسب لك إيه قداش تاخذ انت انا فيش مسرحيه مسرحيه اللي فما ناخو مش كيف كيف خلنا نحكي وعاد فلوس خلنا تهنى على بنت بلادي وصديقتي تهنى خلنا قديش يسألني على رصيدي قديش من عمل قال قديش عندي في البنك رصيدك أنا قديش من عمل لا فيلا أوفيت قديش عندك في البنك أوفيت أقول لك حاجة عندك ديار باي خلنا نسألك على أعمال الفنية متاعك قديش عندك فلوس في البنك بالدولار حاسك مغوصة معطة حاسك كان تكح ولا تعطس يخرج طرف دولار هكا من غشمك لطف يا ربي عليه اللطف ربي يزيدك فرحان عايشك علاش الميزيريا والفقر والدنيا ليه وممثله متسلفه حمير ومتسلفه روبا نتاع ممثله اخرى انا كيما نعيش ب 100 دولار كيما نعيش بدولار فليكسيبل في هذه يقولها اللي عنده 100 دولار اللي عنده مليار يقول لك انا كيما نعيش بمليار كيما نعيش بدينار واللي عنده دينار يقول لك بخير ويحلف الدينار صحيح ولا اي صحيح فريال الحمد لله نعمه من عند ربي لي خدمت وتعبت زيد راه فاما بنعمه ربي كيف حدث مستوره بالكدا لكن نقول لك انا حاجه نعطيك جواب خلينا نقول لك عندك كرب على خمسه توانسه يخلصوا مليح يخلصوا كوم دي ستار في مصر هند صبري سنف اول
تضرب. ليك نقول لك حاجه سان في الاورا ودرجات وسي خلينا يعني مش كيما في بالك يعني غاده عبد الرازق نجم تكون تاخذ اكثر من اللي كريم مش مشكل لكن هند صبري تضرب في كاشيات صحاح وربي يزيد ربي يزيد توا ظفر يوسف ما نحكيوش ظفر يوسف شكون ظفر زي العابدين ظفر يوسف ظفر العابدين هو اسمه اسمع رد بالك تقرا من يوسف لا لا انتم خاطرك تمشي والمصر تبدلوا اي ما تعرفش علاش لا خلينا نكملك ما تعرفش علاش اش عليه من الاخر انا في بطاقه تعريف فريال بنت محمد بن يوسف جراجا دونك لما قال لي هو خلينا نخليوها فريال محمد قلت له ليه بتيش تصير كونفيزيون المراه الله يرحمها ذكر محمد نحيروها في تربتها كل شويه يقول لك ديما في الأسئلة في الانترفيو عندك سيلة قرابة بذكرى محمد كل شوية يقعدوا يجبدوا لي ذكرى محمد قلت له لي خلينا محمد بابا ربي فضله فريال يوسف أنا نحبه جدي الله يرحمه دونك سانوماج سانوماج الجدي وظفر العابدين هو كان اسمه ظفر زين العابدين نجم نعطيه اسم جدي هو الوحيد اللي نعطيه اسم جدي ظفر زين العابدين هو اسمه بالحق وفي بالك حتى هند راهو هند الصابري مش هند صبري لا هند صبري من اللي نحن صغار لا هند الصابري هي ما في تونس عيطوا لها هند صبري ملي نحن صغار لق اي داك لقب الحقاني صبري لكن في تونس هي اسمها هند صبري من تونس اي لكن التغيير وارد لا لا هما يغلطوا فما شكون يولي عنده اسم بركه من بازوس اسامي اي دره نحاتو جمله واحده دره اسمها زروق اسمها دره اسمك هاو نحاتو جمله يعطيها الصحه دره معناها فما دره واحده في مصر ولازم يكتبوه بالكبير دره لازم يكتبوه مرتين باش يعملوا لقب دره دره وفيت هو مش أزمة هي هو الموضوع تمشي شي ناحية ولا درة كي تولي في الصنف الأولاني تولي اسمها تعدي حاجة أخرى تعدي وي سيبونا من الألقاب به غاديكا سمعت اللي في الفنانين التوانسة فيهم شكون مقلقين بعض فما شكون غيره فما اي اي وفما شكون حتى ينجم يفك الكرول اللي كنتي ولا لغيرك كفنانة تونسية وتعمل قصة وتطلب وتقول بطرق ملتوية فما بيصيرش كان نجبد عليه عائشة بن أحمد عانيت مثلا عايز فزعتني سخيل تقول لي عائشة بن أحمد عملتها عائشة ليه عانيت عانيت ليه تعبل عانيت من الحكاية هذي عانيت مرتين يطيروها من الحاجة ويحطوا تونسية أخرى التونسية طيرها تونسية طيرها علاش غيره ولا تخذلها دور علاش تسالهم جو سي با هي توكي تجي في بلاستي على الكرسي هذا اسالها وتفكر شكون التونسية اللي طيرها قداش تخلص التونسية هذيا ما تحبش تقول لي انت في النص في الوسط بس افضح لي التونسية الاخرى لا لا وفات كيفاش تنحيها كيفاش تنجم تنحيها نجم تنجم يا اخي انا مش عندها بوفوار مش كيستيو تقول يعني تنجم تقول انا اذا كان في المسلسل هذايا ما نخدمش مع تونسية اخرى معناها فهمتك تو معناها هي تقول انت لازم تكون اقوى منها في صنف اي 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 كي يجيبوا لها تونسيه معاها في مسلسل تقول ما تحطوليش تونسيه في مسلسل انا لازم يكون شرط شرط اي بربي نجم وعلاش تحس شوف انا صريحه ياسر اليوم لا لا ديما نتجمل ودرجه لا نعرفك انا نحكي مع لطفي تشكر وتجمل انا مانيش قاعده مع الجمهور قاعدين قاعدين في الدار باهي فريق الفنان التونسي بقدره برشا في مصر اي عاطينا قدرنا الحقيقه نتاع ربي شنو هو اللي قدر والله بالحق شوف نقول لك حاجه من اكثر الجنسيات يمكن زادة اللي عاطينا قيمه واحترام كبير وديما يقولون انتم توانسه فنانين مثقفين فنانين تجيو عندكم باك جراوند عندكم خدمه وراكم من بلادكم مش جايين تطالفوا كل شيء واكثر جنسيه عندها الاستمراريه يعني برشا لبنانيات دخلوا وما عادش نشوفوهم برشا سوريات دخلوا وما عادش نشوفوهم احنا توانسه اللي مشاو قعدوا ما تحركوا لسقوا ضربوا لسقوا غادي لسقوا غادي ما تحركوش اللي يمشي يلصق وسكي بيان يعني ها وحتى اللي جاوا بعدنا الكل تبارك الله اللي تعمل مشروع باهي يعني مسلسل محترم ولا فيلم باهي تكمل تكمل بالك شي زاده خاطر التونسيات جميلات لا لا علاه سلافه وخرجي ويني وحده أحلى ولا منها. اما لا 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 علاش الاكثريه نتاع التوانسه اللي مشاو هم زاده بنات بنال ولا ماهمش مزيانين احنا عندنا اذكياء خدمه وعندنا زاده بالك شي كيما برشا لموا على التوانسه يقولوا سيتي لي بلوز ينجموا يعملوا اكثر حاجات اوزي با دو تو عليه لبنانيات شو عملوا ما نعرفش عليه اللي مثله مع عادل امام واللي ما نحبش نسمي هاك سميت عادل امام لا اللي مثله مع عادل امام مش علينا نيكول سابا اي مثلا اش عملت شو
Tu veux les cheveux? Ah? Les, mais je question. بدون هدوم بغي. مش الدرجة هذه يعني سينما عربية. لا نعرف يعني آخرهم شنو؟ الليميت متاع. إيه الليميت متاعها. وكي يعمل كي ممثلة تعمل عربية تعمل كيكة غادي شنو بعد النظرة عليها في مصر؟ لا في مصر ما فماش الموضوع هذا جملة ما فماش أي جوجمون على الموضوع ما يتكلموش فيه ما يتناقشوش فيه أصلا لأنه من أيام الأبيض والأسود وهم عايشين في 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 الموضوع يتناولوه بصوره فنيه اكثر وكهو لانه اصلا هو الوسط الفني بالنسبه لهم كله شمال. شنو اللي يخليك مثلا انت كفنانه عربيه اليوم مصريه تخدم في مصر يعني في السوق هذيك يخليك ما تمشيش شمال برشا؟ تشوف اختيارات تنجم مثلا يجيك سوق اليوم تقول لا انا راهو عندي حد ياكايا شو حد معناها فماش بوس وتعنيق وتكحيل تنجم تفرض اي ليلي علي انا مؤخرا رفضت فيلم كبير برشا 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 وجيع رفضته فيلم محمد سمين مخرج البطل السقا ومنى زكي وخالد الساوي سي ان غران فيلم سي ان غران فيلم اوبن بادجت يعني بودجي نتاعو سون ليميت محلول لو بروبليم رفضت خاطر دور رقاصه قال لي محمد سمين شوف ريال من الاخر شنو فيها دور رقاصه ما نجمتش قال يلزم لا قال لي يلزم بدله رقاصه ما نجمتش هي ما فيهش هذايا ما لا لا ما جو با اكسبتي ما نجمش ما عادش نجم الاولاد قالوا خساره الاولاد حسيت اي هو فيلم كبير ومهم فما ما انت في بدايه كاريرك عملت مشاهد بالالوان الطبيعيه فيلم اي شنو هو فيلم ما تحسبش بوس بوس اي ولبس حوايجي ومسكرين بالكشي ليه بوس اخي شنو هو يخينا بركه ليه ما قلتش واللي مشاو لمصر عملوا في تونس بوسات في تونس فما في تونس صاروا بوسات انا بوست في الافلام اي نعرف ما عنديش مشكله في دار مش هذيك المشكله ليه ما معناها اذا وصلت بوست في فيلم شنو هي المشكله تعمل رقاصه اي لا المشكله على انت راجل دونك ما فماش اي يا خويا احسب روحك راجل سيد رجال وبوس هي هكاك راهو زاده واش نقول لك راهو برشا يسخايلوا الفنان والفنانه كي بوسوا بعضهم ياسر قاعدين يتمتعوا وقتها وهي كان قاعد تبوس في الكهرباء وبعد كوبي بعد لا حط فمك شويه من هنا لا زيد هكا عمل شويه في كاكا مع سخايل بالحق راهو هكا ولا الموضوع فماش موضوع يقلقك اي قلق تاع البوس ولا اللي نحكي فيه لا وانا وقتها كريم قاسم اصغر مني فرخ صغير اي كريم بوستو ذكرتك في راهو ريحة فمه بالبصل لي باجيتو لي لي ها لي تحط له سنيكم قبل ما شو بري تفشفش انت ولا تضحك؟ تفشفش ولا تضحك؟ انا نعم بارفان تاع ذباب نحط شوية شبك شويه اسويك وعيد قرنفل وكا عملتها ليه بس ليه شوف تو واش نبدلوا الجو شويه في ريال حسيت الموضوع صعب شويه وذكرتك في حاجه ما مش مرتاحه فيها ما نحبش ذكرتك اي ذكرتك اللي ما تعودتش اصلا ما تعودتش البوس باش تعاودوا نراوك في بوس اخرى وي السينما المصريه وين تحلم عليه كان يجيك فيلم طياره ياسر والبوسه جوستيفي كيف يقولوا رفضت فيلم كبير برشا يعني مع محمد سامي رقاصة من رقاصة اي كيف كيف تجيك استوار دامور فيلم خشين ياسر فاجيتو رفضت فما ثلاثة افلام قبلهم بهين ما عادش نستحضر توا شنو هذاك ربي مش كس شو عليه شوف انا باش نجي توا نحكي للناس للمتلقي العربي في الاوطان العربية الكل نجي نقول له انا فنانة والفنان المفروض يكون اوبن مايند ليه مش اوبن مايند مش موضوع عقلية هو الفنان يقدم دور فاما دور قدام مجسده بكل حذافيره ما فماش تفصيلة من انا مثلا نقول لك ليه ذي ما نعمليش الا اذا كان خارج عن الموضوع واذا كان مخدمش الدور في قانون المهنة في قانون المهنة كما قلت اما المجتمع هو اللي فرض علينا انه بالحرب اللي تصير علينا وكل شيء انه ليه العقلية نتاعنا احنا تغيرت معناها يهمك ردك فعل الجمهور اكثر انا نحترم جمهوري انا اذا هو رسمي لك انت بجمهورك وقت اللي تعمل انت تعبي ب 14 ما شاء الله انا جمهورك مش ديما انت جمهورك رسمي لك لا نعرف انا جمهوري ما نتبعش برشا شي يحب جمهور خاطر زاد نجم يهز جمهور يهزك البلايص كي مثلا في ليميسيون هذيا من الاول فما برشا
من الجمهور يعرفوني قبيح ويعرفوني ان هكا نعم ندخل في الكلاش مع العباد والقشتل. حبوني ليميسيون برشا عباد، جيب فلان قشتل وجيب فلان قشتل. قلت لهم ليه نحب حتى، قالوا لي ليه راه باش تمسات على خاطر باش تحكي هكا سيريو مع العباد. قلت لهم جي بريفير جو برون سو ريسك ونقدر الديخ نتاعي وواحد كو باش نقشتل العباد حاجه ديجا عملتها وما عينيش باش نعملها تو. دونك ما تمشيش ديما في اللون فيديو بوبليك. ليه انا معاك، لكن صعيب زادة تعمل براد فير مع البوبليك لمدة سنين، بتحاول تقنعهم بحاجة ما عمره باش يقنع بيها. تولي انت كيوليو ما عادش يعيطولك في السينما المصرية. علاش هاني نخدم يا اخي، بالك شي قاعدة في الدار عاملة ولا عاملة أربع مسلسلات وعاملة. ليه نعرف ريال يا اخي شبيك داخلة مسلسل رمضان قريب وعندك مسلسل كملت مسلسل في جار واحد. ربي خندخلوا الستاند أبر. بلال ما عاديش برسة من اللي دخلت ترينا حديد. أول نهار دخلت فيه للسالة دازيت باب دخلت ناخد كونتوار تكيت عليه وقعدت تفرج في العباد كيفاش ترين. فجأة الكونتوار تحرك، ظهر الكوتش مولا السالة مطبش يربط في صباته وانت كيت على ذهب. الكوتش ما غير ما نحكي لكم عليه، راسه بالكوانات هاو الظهر ما عندوش تابليه شوكولاته اللي عادوا يجربوا ثمانية لهنا. أما كي تسمع صوته كل شيء يطيح في الماء. جاي ولي فايف الماكينات، هذه نتاع البوترين. هذه نتاع البيسابس وهذه نتاع الجام وهذه ما نعرفش ليا. قلت له مش بيبي فوت هذه؟ صحيتك بيبي فوت نتاع الكروما صحيت. باه باهي بلال، توا باش تخدم في البوترين تو نرجع لك. بديت نخدم على روحي خويا في البوترين هكا نشوف في واحد مغادي مقابل المرايه. يب 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 بديت نتبع فيه انا. يب يب جاني قال لي صاحبي راهو اليب نتاعك غالط. قلت له كيفاش؟ قال لي خشن في اليب. كيفاه هكا؟ يب. قال لي صحيتك ايوه يدي كيفاه لوطه ولا فوق؟ مش مشكل يديك اعطيني اليب صحيح. شنو قعدت نياب يا خويا وعدي هكا هو. ما بين الاكزرسيس والاكزرسيس نرتاح شوي نبقى نتفرج في العباد كيفاش يترين. فما اكزرسيسات ما فهمتهمش، فما اكزرسيس يتبس هكايا بيعمل بعد ما يكمل تحسوا الكلب تاعته من جيري بدا على مرايه. فما اكزرسيس واحد اخر نتاع الزدر بالرسمي بعد ما يكملوا كان الدزو يتيح يبدا يخدمك يمشي للمرايه قول له صفق انت ما نجمش يصفق زاد. وفما اكزرسيس واحد اخر زاد نتاع الترابيزات هذوما نتاع الكرومه يبدا هك عندي وضحوم تخدمهم خرج لك سلام صاحبي حتى اللغه تتبدل سلام صاحبي لاباس. قعدت خويا الرابي على روحي رجعت ندز في البوترين فهمت نسمع في السالة الكل يب عيطوا بالقوية. تلفتنا قالت ثلاثة بنات دخل فهمت اللعبة الكل. ثلاثة بنات دخلوا حطوا سيكانهم جبدوا تليفوناتهم هزت واحدة الارتير هزوا سيكانهم وروحوا. هما شيء هذه هي من بعد تلقاها في فيسبوك هاشتاج فيتنس هاشتاج هارد وورك هاشتاج بون جومب هاشتاج ياب جيم. علاش؟ باهي قعدت خويا نخدم على روحي ندز خويا في الدرسو نشوف في واحد يخدم في البومبا ويقحر لي. ما كذبش عليكم عطيته دزه ومشيت. شبيك صاحبي من بكري وانت تقحر لي؟ وقف سلام على بالمعلم سافا خويا لاباس. بلال ما عرفنيش محمد امين ثلاثه دل كنت ديما تفك لي في اللمجه نتاعي وديما نفخ في الشبيخة لين صديق يخرج. انا محمد امين وينك صاحبي تبارك الله راك تنفخت شنو هذا؟ قلت له يا صاحبي انا مازلت جديد نحب نخرج المشكلات اللي كيفك هذوما مش نورمال. قبل ما تخرج ديميسكو صاحبي باش تخرج لك صديقك قبل يب 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 تلقى الوقت باش قلت لي تعمل سبور تسمع موسيقى اي كي نبدا متفاديه انا ساعه تسمع برشا موسيقى صحيه جدا اي تحب موسيقى انت على الغناء على عندي ابلكيشن
ساعات نوصل لعشرين في النهار. وزاد نعرفك تزن. نزن؟ تزن تغني، عرفتك اللي يبدأ يغني. ليه؟ سي تغني. كيف؟ عندك سويت مش خايف. ليه أخير؟ فريال. ليه؟ أعطيني ميكرو، أعطيني. ميكرو شنايا؟ فما حاجات عمرك ما عملتهم مش تعملهم معايا طبعا. أعطيني ميكرو. يا 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 نشز ونشد واعمل اللي تحب. اي ما مش خاطر بس الاغنيات يعني حابه يعني مش غنيه 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 ثلاثة دقات خاطر ضاربه على خاطر مصريه خاطر مصريه ليش مدخل ثلاثة دقات ثلاث دقات ثلاث دقات ثلاث دقات ثلاث دقات دي مش حبيتها برشا ما يلا هكا مش مشكل مش مشكل موش معناها مش كاستينج وقت غروب الشمس على البحر بعيد عمال احكي له واشكي له واشرح وقعي فجأة كنت فاكرها ضد عروسة البحر طلع من المية بفرق دق ومن السحر لما شفتها قلبي دق تلات دقات والطبلة لعبت جوا دماغي دماغي حاجات لما اترقى دخل قلبي رحت انا غنيت انت الحب طار قلبي ولا في الخيال عودك دفيت يتقال نوال ويا عيني يا سيدي على الايام لما تهدي اللمنا غرام قاعدين نكتشفوا في مواهب دنتي بتجنيني خالص ده انا وحشه خالص لا والله خلاص شوفي الجمهور يعني والله العزيب يعني ما بينتنا يعني ما بينتنا الجمهور شيخ عليكي قوي امبيلا دنتي امبيلا يعني شكون اللي قال امبيلا ذاك هذاك حويل هي دخلت هو حويل يحبوك 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 شنو نعملوا دي أمبيلة أمبيلة الأنابل قنبلة بالمصري أمبيلة أمبيلة يقولوا قنبلة في مصر يقولوا فما حاجات بالقاع يقولوا مزة يقولوا مزة خايبة كلمة باهية خايبة لا باهية
بالحق؟ اي كيما في تونس عنا شنو؟ برشا حاجات. اي عيب ولا عندهم ولا مش احنا عنا كل شيء عيب، هما مزه عادي مزه غادي؟ أي. يقولوا لك يا مزه يا بنتي يا مزه. اي تلقى. وعادي ما تلفوش بكف تقول له مزه امك. احترم نفسي مزه امك. تنقب لك عينيك. اما قولك تعرفت مره بالتونسي معاهم هكا والدنيا فاز. اي اي هو ما تعاركين بالتونسي. تعارك بالتونسي راه يقعدوا بهتين يشوفوا حاجه مره مره. ما راح تخلف فيه بالكهرباء بطلوا، ما انا ما نتفكرش تونسي كي. مش فاهم حتى شيء، هو فاهم واحده هجمت عليه. شو قلت له؟ قلت له سخت على قب امك يا باش. ما بتونسي. سينو شو فيهم باهي المسار ونحن ما نعرفوش. طيبين. طيبين. عندهم الجدعانة، عندهم الاحتواء، البلاد احتضنتني الحقيقة واحتضنت أي حد مشي. سانسيرمون يعني أول ما هبطت من الطيارة نتفكر كانت هند صبري معايا صدفة في الطيارة. أول مرة مشيت باش نخدم. باش نخدم. كنا مع بعضنا في الطيارة قبل ما نهبطوا في الدروج قالت لي بيان فونو أتون بيي دادوبسيون. صحيح. فهمت الحكاية تعرف. إيه هي عندها وقت 7 سنين غادي. إيه هند زادة موتنا غادي عندها صغارة معرسة تحية خاصة لهند. بعد التجربة هذه معناها ونجومية وكما تقول أنت برودكسيون وسرعة وإتقان وأدوار مكتوبة وتحس روحك تير تيران دو كل دوري طير تنجم ترجع تخدم في تونس؟ ماذا بيا؟ مش ماذا بيك هذيك متاع جيت تعمل لقطة وتفسع ولا جيت تعمل مسلسل تنجم تعاود ترجع تقعد تعيش في تونس وتخدم؟ لا نرجع ونخدم وديما نقول هالكاشي عمره ما كان عائق مش أكيد لكل مقام مقال. يعني السوق المصرية ليها ضوابطها وليها أمورها حسابات غير لأنه سوق كبيرة برشا أصلاً هي أندوستري يعني صناعة كبيرة ياسر والموضوع فيه بيع وفيه شراء مع قنوات عربية وأموال عربية يعني مش مصرية فقط لما فما أموال عربية تضخ في الإنتاجات المصرية الكل موضوع كبير آخر سيت أن أوتر سيستيم. لأن في تونس عنا ضوابط أخرى سوق محكومين بها عن أعمال معينة بمبلغ معين. أنا شخصياً ما عنديش مشكلة نرجع نخدم. شنو هي شروطك؟ شروطي إنه يكون الدور يضيف لي حاجة، الكامباك يكون صحيح، ما نجمش نرجع في أي دور، ما نجمش نرجع نقول إيه نرجعت، رجعت حاجة صحيحة، دور حلو، سينما ولا تلفزة ما عنديش سينما أي مشكل. ولا تلفزة. أي ما عندي حتى مشكل. ليسونسيال دور يخليني نشيخ عليه برشا ونقول هذا اللي نجم نرجع به تونس. شوف خلت عدي والجو. وبش نلعب معاك؟ ما تفهميش بالغلط اسمه وش عندك فيه؟ فريال. ايوه. جو ذايا سهل ياسر. يعرفوه الناس اللي تفرجوا فينا دونك موش جديد عليهم لكن انا باش نفهمك. كل واحد منا باش يختار صندوق تحطه غاديك ما تورينيش بتلقى فيه حاجة ما نعرفش شنية. تختار الصندوق تحطه. وكان تحب عندك حاجتين. يا تعمل كود بلوف. وتوصف لي لوبجي هذاك ما تنجم توصفه كيما تحب انت معناها بكذبه والا توصفه بالحق وانا نطلع تكذب ولا تقول في الحق وانت كيف كيف. اوكي لازمك تظهر في كل ما في كل النواحي انك تحكي السيريوز حتى ولا انك تكذب. ما عنديش حق نضحك انت تضحكني راي تضحك على روحك اضحك كان من تو سينو اضحك من تو ضحكتك فوالا كمل زيد ضحكتك كل خاطر فوالا زيد فريال سيري فريال كمل اضحك فريال سيري زمو عندك لا نعرف ما نضحك اسكت اسكت بي سي فون نعرفش علاه حسيتك مربوط حط التليفون اه كي كاين في هكا كلي هكا شكيت اليوم اي عرفت به هاي نلعب ويلا العب هاي العب العب يلا العب يلا العب يلا العب يلا العب يلا مصري نبداو بفريال تقوم يقولوا لك شنو هو الصندوق سبعة 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 ياسر بعيد سبعة بعيد ياسر عليها العب يلا فوالا ما توريني حتى شيء فريال في بالي اسكت فريال ما تورينيش اسكت خليني نولي سيريوز ما نجمش ماذا بك تحكي ما نجمش نكون سيريوز اسكت باهي فريال وانتر تون تنجم تقول لي قداش فلوس عندك في البنك اووو يا ربي سيدي افقر واحدة انا في مصر شنو هي؟ نجم توصف كيف
كيما تنجم توصف كيما تنجم راهو تحكي لي حكايه اخرى انا يلزمني نطلع حاجه تريه حاجه تريه ما تضحكنيش ولا سيريوس انت بديت تقول لي حاجه تريه شفت حاجتي تريين توا نختار منهم حاجه يزي والله نحكي بالرسمي نختار منهم حاجه حاجه تريه ما تفدلكش مش قاعد تفدلك يوسف يالي قول لي يوسف عندك حق توصف التريه مستطيله الاثنين وحده تتاكل والاخرى تتشرب ليه ما فهمتنيش توا انا مثلا شي بوزون خرجت في صندوق كالسيتا فيها مثلا كعبه دلاع وفيها عظمه نحب يا نكذب يا نحكي بالحق يا نقول لك كالسيتا حمراء فيها كعبه دلاع خضراء مقصوص شطر برج والا نكذب عليك نقول لك هذيا مثلا عروسه شعرها طايح وعينها هكا ولابسه مرايات معناها تعطيني اوصاف يا صحاح يا غلطي لا مش تقول لي حاجه يشربوها ولا يطريه و... وفيها حاجتين وطويله و... كبير بجنبو قهوه شنو هي السوسيسون بجنبو قهوه هكاك عندي شنو سوسيسون بجنبو وقهوه نكذب ولا بالحق صحيح تنجم تكون حاجه طريه فريال صحيحه يس شنو هي غلط يعني نربح ميلفو والله توحشت الميلفو ما عندهمش غلط مال علاش مشيت للسوسيسون ليه خاطر باش تطلع انت غلط باش نربح على كيفك انا زيرو فريال ربحت الشو الاول هذيك قوة البلوف خليته يصدقني قديه خمسة 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 صندوقك هبطوا فريال خمسة قلتوا هبطوا خمسة حذر روحك بصلة مش بصلة راس بصل اي راس بصل اي دورينه بالسكوتش وملبسينه لونات نظر راس بصل لابس لونات نظر ما نحبكش تخمم في انيماتور ولا في وزير في رئيس ولا في وزير راس بصل ماكش قاعد قلت لازمك تو ديكري الحكايه بالضبط ولا لا جو سوي اون تران دو ديكريغ يا جو سوي اون تران ديكريغ بالحق يعني لازم يقول لك يا هي تكذب عليك راس بصل هاني قاعد نشوف ولابس لونات نتاع نظر وشادينها بالسكوتش اللونات على خاطر ما عندوش وذني راس بصل ما عندوش وذنين ولابس لونات خاطر ما يراش مليح وهو نورمالمون البصل اللي قوي نظر والكومبينيزون هذيا كلها اللي عملها تركب اللي انت قلتها اه تركب اللي عملها شو شنو نحب نقول لك نكذب ولا بالحق ليه تكذب انا اه تكذب انا نكذب فريال معناها جبتك برنامج وفرحت بيك قلت فنانه كبيره وعشره باش تقول لي انا نكذب فريال باش نقدم لك راس بصل لابس لونات تحكي بجد وهديه من البرنامج هزوا معاك المصر عايشك بربي نحب نشوفه في الانستغرام ما عنديش بلاصه في المجاز بربي اوموا نروح بيه من بعد ونحبك تهبطوا في الانستغرام نتاعك نحب الراس البصل هذا يولي مشهور باهي دونك واحد واحد يلا يلا شلون ستة ستة أقرب تسعة واحد. تسعة ستة اختار تقرب واحد بخلية يلا بخلية دلولة شوية أوه شنية أوه شوية نحطه على جنب باش ما تشوفوش نحطه لهني ساعة قينا مراس البصل تونت لي بين بعد حطوا من غادي باش الكاميرا تشوف ايها باش نحط لك القضية هوني اما توعدني راس البصل هذاك نحب يولي مشهور فري اي تمام اذا باش تشهر اكثر استنى اتو تكذب فيش مازلت قلت حاجه انا اه شو تحكي شفتوا انت لا لا قاعد نغزر لعينيك تكذب ولا بي
هو خضرة. شنو هو خضرة؟ خضرة. تسميها لي الخضرة. بذنجانة. بيت. بذنجانة. بذنجانة. إيه. عليها زوز أنتينات كبار. شنو؟ عليها زوز. بذنجانة فوقها زوز أنتينات. إيه. واحد على اللستر أو الآخر على الهوتبر. وزوز نحكوا بيهم سنينة اللي هي دونت. لونتينات نحكوا بيهم سنينة. إيه. ليه اللي هما بغوش. شنو أنتين؟ فما واحد يحك سنيه بونتين فريال. ليه هما منظرهم كي لونتينات أما. شو صفني فريال هما شنو هما؟ بروس أدان زوز دو بروس أدان بتنجانة فوقها بروس أدان زوز كيفاش شادين وين واحلين وين داخلين؟ دخلوا لداخل ها؟ موحلينهم لداخل موحلينهم في البتنجانة هكا هاو يعني مستغرب البتنجانة اللي عليها دو بروس أدان مش مستغرب مستغرب البصلة اللي عليها لوني سان فا با ليه؟ عندي البذنجانة أنا لونات كما قلت لك شادينهم بالسكوتش الدزوز الفرشاة إيه أنا عندي البذنجانة فوقها الأسنان. دو بروس أدون فوقها ما كيفاش محطوطين؟ كيلونتين باش لاسقين بالسيمان باش كيلونتين هذيك هي شو قالك؟ كيلونتين زرعوه تكذب مامستولي حضر في الفازات هذوما عنده خيال علمي كبير عنده إيحاءات ولا خيال ولا كلي هو صغير عرفتك البسيكياتري يقول لك هذا شنو ترمز لك شنو تمثل لك حب نفهم شنو ترمز له بربي شنو ترمز له شنو ترمز لك هذيا فري هذيا تنجم تكون ترمز لي ترمز ترمز اللي ترمز يلا شعلينا حنكملوا اللعبه انا توا واحد اقرب لي خاطر انت زيدة ما بخلو بالألفة مردودة ش عندي في الصندوق فري شو نعرف احكي جيبوا له الحاكم اللي قاعد يعمل بيتزا بيتزا ايه اوتون ايه اوتون ايه فيها زيتون ايه بيتزا اوتون بانان بيتزا اوتون بانان بيتزا بالبانان هذيك علاش وجهك ديغوتي كي حليت الصندوق سا ديبون ديغوتي او با بيتزا اوتون بانان بانان دي ترونش بانان مقصوصين مع البيتزا شو معناها سالي سكري توا اللي يبيعون في تونس بيتزا وطون بانان بيتزا وطون شوكولا بيتزا ملوخيه مايونيز في تونس توا تطورت تونس لو على بر... في بالي ما مش انت حدك بيتزا طون طون بيتزا شامبينيون سي فود اي لا لا توا بيتزا بالهندي بيتزا بال وتخدم بيتزا ولا تارت هذيا بيتزا ميني ميني مش كبيره برشا فهمتني بات فين Fromage de chèvre avec du thon maison, fait maison, avec des olives en petites tranches coupées finement et quelques bananes en tranches. Omartota, on va aller en zara hakaton, zada fukshoya batsaat talka. Et c'est très délicieux, c'est très bon. Clémis hir? Sabta? Khir kelma? عندك ثقة فيا لهالدرجة فريال باش تاكل منها شو صافا با يعني ربحتوا شنو هي كل حاجة تعطيها لي بربي نو خلي نفرحوا بيك عايشك ثلاثة بواحد فريال مبروك عليك البصلة الفائزة في هذا البرنامج فريال شو تقول لك تقول لي شربحت واش ربحت؟ ربحت بيتزا بالبنان، ربحت راس بصل فيه مرايات، وبتنجانة فيها دو بروس أدون، وباش تحك تقعد بالبنتجانة عاملة هكا وتحط في سنيك. فريال باش نسكروا البرنامج كما يقولوا، فهمتني؟ سكر لي البرنامج. عملنا معاك جو باهي، يعطيك الصحة فرحنا اللي جيتنا. جيت فضلك أنا ما خدمتش. جيتنا سبيسيالمون اللي نحنا نعرف.
بربي ما تنساوش قالوا لي في النوريات ذكر بالاس ام اس والكهرباء. ما تنساوش الاس ام اس والكهرباء. ثمانية خمسة ثمانية تسعة تسعة بعثوا ميساج بالكهرباء اللي تحبوا عليها باش نربحوا كهرباء الجمعة الجاية. فريال صاحبتنا جات عملنا جو معاها ضحكنا حكينا في برشا حاجات. فريال كان عندك حاجة تحب تقولها قبل ما فرحانة اللي شفتك عايشك بعد مدة فرحانة لك الميسيون وين نتبع فيها بيرسونيلمون من مصر عايشك لوديونس قاعدة تعالى 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 يظهر لي نميرو ماشي ماشي ومبروك نفرح لك ديما كالعادة عايشك فريال إن شاء الله متألقة وإن شاء الله الفنانين نتاعنا الكل في العالم العربي وأيور متألقين وتحية تونس عايش. بيزو 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 كان عندك شكون تحب تسلم عليه ولا جمهورك ولا أمك ولا أبوك ولا عبد ما شفتوش وقف البرنامج نرجعوا الجمعة الجاية
Ciao.